ساعات حبنا لحد بيخلينا نيجي على نفسنا عشان فاكرين اننا مبسوطين معاه، رغم انه بيأذينا بكل تصرف بيقلل مننا او يجرحنا. والصح لما نكتشف ده نبعد بأسرع وقت مهما كان بعدنا عنه صعب. أنا من زمان خوفتني، هزت لي ثقتي وسبتني، جيت لك عشان كان نفسي أعيش وأنا جاي أعيش، موتني بقى دي النهاية وده اللي بتحاسب عليه. أنا من زمان خوفتني ولغيت مشاعري، هزمتني إزاي هقول وبأي شفتك في يوم بتحبني؟ جاوب سؤالي وقولي مرة كسبت ايه؟ حكايات وعود مين اللي قال مش برضو كان احنا؟ مين اللي علقنا بغرام وأذانا وجرحنا؟ حكايات وعود مين اللي قال مش برضو محتاج انام واصحى في يوم الاقي قلبي نسيك. حبسة مشاعري لوحدها، قافلة عليها الباب عشان ما تجيبش حد يزلها. أنا كنت فاكرة ده اللي هيجيب الأمان، وما فتحت الباب لقيت أذيتها ومعاها اتأذيت. وياريت فضلت لوحدي يوم ولا حد قرب مني ولا حد حاول يبقى لي اصلا مكان. حكايات وعود مين اللي قال مش برضو كان احنا؟ مين اللي علقنا بغرام واذانا وجرحنا؟ حكايات وعود مين اللي قال مش برضو كان احنا؟ لو كان راحتنا في الفراق قطعت علاقتي بيك، مستغربة ازاي في يوم وقفت حياتي عليك.
محتاج انام واصحى فيهم الاقي قلبي نسيك. Thank you.